هرجع معاكي ست أميرة، بس بدي أطلب من ناتالي ونجم ستار أكاديمي، يا ريت مصطفى يا ريت بيطلعوا لعنا على المكتب، إنه بيشرفونا بمكاتب مجلة الجرس، ونتعرف على الستار مصطفى. بتتابع ستار أكاديمي؟ إيه بتابع. بتتابع. مين حبيتي أكثر من النجوم اللي كانوا بالنهائيات أو بلكي بالأول؟ والله يمكن أنا حبيت شادى حسون بالدورة الماضية. إيه بالدورة الماضية كتير، يعني كنت بحبها وبأشجع لها. يعني حضرتيها امبارح؟ طبعا مش كنت موجودة. كنت كتير موجودة. والسنة مين اخترتي؟ زعلتي على السعودي كيف فل؟ لا والله بشوفي أنا ما بزعل، لأنه في النهاية رابح وفي خاسر، اللي بتخسره اليوم تكسبه بكرة. بس هو ما خسر وفل زعلان. يعني أنا ما تبعت الحقيقة من البداية إيش الموضوع، لأنه كنت يعني ما كنت موجودة، كنت بسافر كتير، يعني ما كنت كنت مشغولة مع. يا دوارة أنت وين بتسافري؟ يعني بحب أسافر. أميرة مزبوط بالسفر في 7 فوائد، لأنه كتير عم دور بالإنترنت لأفهم الـ7 فوائد. هل هي حكمة؟ هل قالها حدا؟ هل قالها سيدنا محمد؟ لا هي هي بيت شعر. هي بيت شعر، بس أنا مش حافظة الحقيقة كتير. بيقول سافر في السفر 7 فوائد. في حدا بس أنا مش ذاكرة البيت، بس أوعدك لما راح أدور عنه. يا بيت القصيد أنت اللي كان بدك تشيليها. راح أجيب، راح أتذكرها وأجيب لك إياها. يا أهلا يا أهلا وسهلا نتالي. تفضلي. طبعا إحنا قاعدين قاعدة عرب. مساء النور، كيفك يا قمر؟ أخبارك؟ نتالي بعرفك على أميرة الفضل الأهم حبيبتي. تعبوسي. أهلا أهلا سهلا. هلا يا عيال، كيفك؟ منيح؟ كيف صحتك؟ مصطفى أول ستار اللي من الستار أكاديمي. صار معنا. تعالي يعني مصطفى تعالي، ما عندك مش اقعد اقعد، ما عندك أبدا أي مشكلة. تعرفي شو أصعب شيء بالحياة؟ لتكوني عم تحكي بلهجة عربية وتخاطري بتطلعي بهاللهجة ليفهموك كل العالم. اي عرفتي كيف؟ أنا ما عرفت، عم بسألك سامي ما هيك؟ شوفي أنا كان أنا أرمنية 100%. يعني أنا خلقاني بلبنان بس أصل أرمني. يعني أرمينيا. سمعتك كذا مرة بتقولي هذا الموضوع. عن جد؟ ايه بتابع. لا بتابع، بس سهل انك انت تلاقي مفردة قريبة. هذا الشيء بعدين يعني الواحد مع الممارسة بيتعلمه. يعني هي تحاول انك انت مثلا، يعني انا كنت في اول ما بديت في الاذاعه كنت بتكلم طبعا يعني سعودي النحو بحت، يعني كنت اتكلم دائما. كنت الله يذكره بالخير شفكي، زميلتنا شفكي المنير زوجة الفنان ممدوح عبد العليم، فكانت تقول لي اميره متى راح اشوفك؟ اقول لها اليوم ما يمديني، يعني ما عندي وقت اجي، يعني عرفتي ما يمديني، يعني ما عندي وقت يكفيني ان انا اجيكي، عندي شغل بسويه. فتقول لي يعني ايه ما يمديني دي يا أميرة؟ انا عايزة افهم انت بتقولي ايه. فصرت مع الوقت ادور مفردة بديلة قريبة من اي احد ممكن يسمع. يعني احد يقول لي تعالي، اقول اوكي، بس اخلص اللي بيدي مثلا بعد ساعة ساعتين. يعني دوري مفردة او جملة اقرب للناس. شو اغلى شغلة تخليتي عنها بحياتي لتكوني أميرة اليوم هون؟ محل ما انت موجودة مش معنا بحياتك بتندمي بس ما بتعترفي لحدا؟ لا ما بندم، انا الندم مش موجود. ما في شيء، ما معقول، ما بتخيل واحد. نو. بتعرفي انا بقول مين ما بيندم؟ يلي بيقول انه ولا مره عمل غلطه بحياته. لا كلنا عاملين غلط. انا عامله غلط كثير بحياتي. اذا ندمين، اذا ما ندمتي لا لا مش ندمانه. انا مش ندمانه، بس انه الغلط في النهايه بيعلمك انك ما تطيحي فيه مره ثانيه. في اغلاط انت كرمال شو ضحيتي بحياتك؟ في اغلاط انت بتعملها، وفي اغلاط بتندفع انك انت تكون موجود فيها. مالك يد، بس انه حطيت فيلم في المواجهة، فما تقدر تندم عليها، ما انت ما انت سبب في الموضوع. عرفت شلون؟ انت شكلك بتندمي. انت انا بندم؟ ايش برجك؟ يعني انا ندمت انه ما تعرفت على جوزي من زمان. حلوة. لا
بتعرفي ليه؟ لانه عن جد انا بعتقد دايما لنوصل اليوم انا بشوف صد نضال وبشوف كلهم، بشوف ديانا كيف انه بطلع فيهم بحس انه ما عندهم حياه لالهم خاص، حياتهم حياتنا. انا بطلع بيها بلا طلع من هول الحيطان، بشوف مدام نضال قديش بتعصب، ضل هون وما بتهتم. صح، انا بتتعب اليوم انه يعني اتصلت فيها والله ما رح تصدقي، انا اتصلت بس انا كان عندي احساس 90% انك ما راح تكوني موجوده. تعرفي ليش؟ قلت اكيد بعد السهره اللي امس وتاخرنا احنا طبعا، يعني صحيح كنا مبسوطين بس تاخرنا، يعني على ما تيجي وتشيلي الميك اب وتعيشي حياتك فهي حتكوني تعبانه، يعني حتى لو جيتي دومتي ساعه ساعتين بعد كذا حتقولي لا خلاص اليوم حلغي كل المواعيد. فما توقعت، فقلت كذا من باب انه انا وعدتها ان انا حاجه خليني اتاكد. اذا اول ما قالت لي وينك انا منتظرتك، قلت لها نص ساعه حكون عندك على طول. والله يعطيك العافيه. شو الشغله بتخليك تتخلي عنه عن كل شيء اللي عندك اياه هلا؟ شو الشغلة الوحيدة؟ ايه مدام نضال تفهم علي دغري، معودة على الأرمني على العربي، وادور على شيء. يعني اقول لك ما في شيء بيخليك تتخلى عن اي شيء بتحبه الا الحب. شو يعني الحب؟ الحب يعني ايه بس انه مثلا الحب بالنسبة للناس مثلا بتكون واحد يضحك كرمال والتاني كل واحد بيفسر الحب شيء. شوفي الحب بمفهوم المطلق انا ما رح اقدر احدد لك اياه، بس الحب بمفهوم المطلق هو مفهومك انت شو؟ لا شوفي معنا مع المفهوم المطلق انه انت الحب هو الشيء الوحيد اللي ممكن تخليك تتخلى عن كثير من عاداتك، خليك تتخلى، مش تتخلى بمعنى تتخلى بس تغير او تميل للشيء اللي بيرضي الاطراف الاخرين. مش شرط يكون حبيب، ممكن يكون اهل، ممكن يكون صديق، ممكن يكون رفيق، ممكن يكون أي شيء. مش شرط، الحب ما هو حكر على الشخص اللي بتحبي أو العلاقة العاطفية. الحب مفهوم مطلق عند الكل، أو أنا بأشوفه كذا بس ما بأشوفه بشكل أنه لا لازم يكون هو الحب. أنا في رأيي الحب هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني أغير حاجات كثير، يعني من مع الشخص يمين أنه تقضي حياتك يعني معه، مع أي إنسان بحبه. يعني ممكن أتخلى مثلا عن موعد لو أنا اليوم عندي صاحبتي بحبها كتير وجاية وعندي موعد ثاني. زكية كيف طلعت برات الموضوع حب أهل؟ عم تحكي عن حب عام. لا أنا ما أنا فاهمة هي إيش تبغى توديني، بس أنا طلعتها برا الموضوع.